بس بس وقف هنا وقف هنا وقف هنا وقف هنا. مالك مالك؟ صلى الله على النبي، وين قد وديت انا؟ شكلك ضيعتنا في الطريق. انت الذي بدلني على الطريق. انت اللي احنا نروح مش الوادي الخبي انا فيها الان. خلني خلني اتصلهم الان، هم عدلونا على الطريق. وين بيتهم؟ ضيعناه. ما بيش تغطي هنا. دور وانت هنا هنا. مالك؟ حتى هذا ما بشرطيه. يعني ايش ضعنا؟ هو كله من تحت راس تلفونك الخارب هذا. ها؟ اي البطاريه ضعفت مع ان الصبح شاحن فل. انا قد قلت لك تلفونك هذا هو خربان، لا تغطيه ولا بطاريه ساعه الناس. يا قهر قلبي. امانه مغلوب. وش هذا؟ ما ابو صالح. شبيك لبيك المارد بين يديك، اطلب اتمنى يكون حلمك بين يديك. جابك الله، يعني اتمنى اي شيء. معك امنيه واحده تتمناها. حلمنا في هذا المكان، لا احنا عارفين نتصل لحد ولا الراس لحد ولا تغطيه تمسك معانا. اللي في نفسي تلفون زي الناس، تغطيه تمسك فيه يشتغل شريحتين، بطاريه تدوم، اقدر اصور واضح، في كل الميزات. ولا عليك، حلمك بين يديك. ايش هذا؟ هذا جوال كول بات كول 20 بلاس، شريحتين، اتصل راسل انتر والعب وراسك لك. اوه التلفون. ايوه يوه الحلاوة. هذا المطلوب، هذا اللي انا شيه. يلا مع السلامة. وانا شي تلفون مثله. خلاص كملت امنياتكم، بس اذا انت تشتي جوال كول بات كول 20 بلاس اشتريه من اي محل جوالات متوفر في جميع المحافظات اليمنيه. يلا مشكور. وهذا كلام كول بات كول 20 بلاس تحلى الايام حبيبي. خلي يطلع الوكيل الحصري في اليمن الصباحي للتجاره، للتواصل عبر الارقام التاليه. انا اديتك اليوم لمعرض السياده، معاهم افخم سيارات، نقي السياره اللي تعجبك. ايوه يا بابا، ايوه تعجبني هذا. ايوه اكيد، هيا نقي لك يا ولدي اي سياره تعجبك من هؤلاء. انا بصراحه بنفسي في هذه السياره، نفسي هذا الشخص. ايش مالك يا ولدي؟ ايش حتفعل باللي اخترت الشخص؟ ايش الشخص هذه يا ابا؟ عشان اكون ادوس افحط قدام عيال الحاره. ايوه ايوه يا سلام سلم. قال شي فحط؟ وين اتفحط في الشوارع حق ابوك؟ شو الناس بعدين يقولوا عليك؟ هذا الولد ابوه ما عرف يربي. يا ابا ما لنا من كلام الناس، اشتري لي الشخص هذه وما عليك. لا لا ما انصحك بالشخص هذا، شوف لك اي سيارة ثاني ولا هايلوكس. شوف هذه الهايلوكس يمكن حلوة تعجبك، او هذيك او هذيك. بس يا ابا انا اشتري الشخص هذه، ايش اسوي بالهايلوكس؟ اصير افرز بها في باب اليمن. ها انت ما اشتري له الشخص. يعلم الله ايش بيطن النبي ايش بيبك. اسمع والله لو ما تمشي بعد كلامي وتشل بي انا شيء لا اسمخك كف لو ما دوخك انا. يا قليل المعدي قايل الان. خلاص خلاص يا ابا بعدك بعدك، لو تشتري حتى سيكل ما دمقت فيها سمخات خلاص بعدك. رجا كل شيء بعد كلامي بس. خلاص خلاص يا ابا بعدك بعدك خلاص. يا تعال بعد بزلك هيلوكس. هذاك اسم الهيلوكس هذا، بزلك هيلوكس حاليا قوه، بزل اللي تعجبك. ايش رايك؟ لا لا 2016 لازم نشيلك 2024 قوه. اوب اوب ما شاء الله ما شاء الله. هيا شوف الفخامه، شوف الاناقه، هذه من افضل هيلوكس في منهاش. شوف اسمها جي ار، هذه جي ار. خلاص يا بابا بعدك بعدك جي ار جي ار. هذه حلوه انيقه بدل الشاص. يا صاحب المعرض تعال بالله شوف لنا كم سعر هذا، نشتريها الان حامي وعس. يلا بسم الله توكل على الله. الهيلوكس بعدها يا ولدي ما بش اي كلام، حاجه فخمه بيضاء قوه. تعال نشوف صاحب المعرض. جاهد دعيتك يا إلهي. يا عمي يا عمي، عين الجميع عين الجميع. بتعب نفسك على الباضي وتمسح هذا التكسة الخردية من حالاتها؟ ما معي إلا الحاصل، حماري ولا حصان الناس. لو أنا منك لا كسرها وأبيعها حدي في أي محل خردية. الرزق على الله، مش شوف المنظر. والنعم بالله، الله يكون في عونك. الله بيكون في عون الجميع. هيا خاطرك. الله معك.
الله يخارجنا من الفضولين من صباح الصبح. أسير أبسل لي بقعة ثانية أجنب أطلب الله صورة هذا البقعة جغره. يا لطيف ولطف بنا من حرارة الشمس هذا. ما معك لا تصبر يا أخي. أيش رأيك لو أصحاب المطرات اللي بالفرزة هذولا نفرق من ألف ألف واشترينا مظلة من الشمس؟ مالك يا ألف، أنا لو معي يا ألف إني روحت لي نص دجاجة للبيت. طيب كيف الحال يا أخي؟ حرقنا شمس. ما معك لا تصبر لما يفرج رب العالمين. على الله على الله، قد هي على الله. يا رب عينه. الله يعينه. ها مش وقت التاير هذا ينسم ذا الحين. الله يعينني ذحين ذحين. اين القى بنشري؟ يا بنشري تعال تعال يا اخي بسلي التوارف حصن فطرا علي. والله تعبت، رايح جاي رايح جاي رايح جاي من الصباح. اوف خلنا نريح انا قليل. اوف تعبت تعبت شيبت وعاد انا شباب. اه يا ركبي. اه من هيطلعني الطلعه هذا يا حج يا حج. الله يحفظك طلعنا يا ابي. الله يحفظك طلعنا الطلعه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله معك الله معك الحمد لله الله معك الله معك. الله يحفظك يا حج. الله يحفظك. امين. الله يحفظك دعواتك يا حج. ها حمو وين انت؟ انا قدنا قريب من المستوصف عشان ندخل لعند الدكتور نشوف لو عاد في امل ان نرجع امشي. يلا يلا انا منتظرك يا حمو. يلا مع السلامه مع السلامه. بسرعة على هيلوكس. قال لك شاس شي تفحط فوق الناس بغير جنان. المبروك ما شاء الله حجاب ربي يا ولدي. الله ما شاء الله سيارة. ايش الزيارة هولة؟ الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو. الله يبارك فيك. يا الله سهل. يا مشوار مشوار تاكس تاكس. ما شاء الله وليلك يا ولدي. اوه ليت والله معي طائرة خاصة نفس هذا. بدل الهيلوكس هذه شلتها الوالدة وانا دارني شلت لي طائرة خاصة. يا باه. يا الله. آه. يا ليت والله وهذا الهيلوكس حقي. احمل بها ركاب خط طويل واغرف الزاط غرار. انا والتاكس هذا خردة الذي ما من ابوها فائدة. آه كم تمنيت من الله أن يرزقني حتى بتكس نفس هذا المكسرة. أنا أول موتور هذا الخردة أشتغل فوقها ليل ونهار. لا شمس تكسر راسي ولا مطر تخسعني وأجلس نظيف طول اليوم. ريت والله ومعي نفس هذا المطر أسير أطلب الله به وأقضي بمشاويري بدل ما تعبني هذا السيكل وهلكني. شوي بنشر التاير شوي والسلسلة تقترض. آه يا رب انك تدي لي مطر نفس لي. يا رب فرجها علي وارزقني حتى مثل السيكل. اقضي مشاويري عليه من البيت للسوق ومن السوق للبيت. حيا له ولا ما بيش. تعبت رايح جاي رايح جاي امشي رجل. يا رب فرجها الله من عندك.
ليت والله وانا اقدر امشي مثل هذا، واسير واجي والعب كره واجري واعمل. خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وان انت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلال لاسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البريه، ثم لا يكون لك منها الا ما قسمته لك. يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم أعي بخلقه، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ الحمد لله يا رب الحمد لله. إن شاء الله مع الأيام نشتري مثله. إن شاء الله إن شاء الله يا ولدي بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شوار فاضي؟ أكيد فاضي، اطلع وصلك لين ما اشتيت، ودي كم مديت. اطلع. يلا. يلا. الله يا رب. يلا بسم الله حن حن توكلنا على الله. صاحب المتر واو ها ها معك معك عش بزني مشوار لا داخل الحارة إذا الحارة قريب شدي لك 200 ريال مالك 200 أنت مجنون ولا صاحي الزبادي هذا اليوم ب300 وأنا إيش دخلني يا أخي اشرح لي ظروفك ذا الحين هتوصلني ب200 ولا بصير غيرك يلا يلا اطلع 200 ولا ما بش اطلع جاهز أعمل جاهز وهذا الميحك الهواء اي خدمات الله يفتح عليك وفي نهايه الفيديو يا احباب قلبي اتمنى ان فكره الفيديو نالت اعجابكم وقدرنا نوصل فكره الفيديو بقدر الاستطاعه المهم لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 200 الف لايك واذا انت جديد في القناه اشترك خلونا نوصل في اقرب وقت 2 مليون مشترك للاعلان على القناه التواصل على رقم واتساب الاعلانات ولا تنسوا يا احباب قلبي ما تشاهدوا الفيديوهات اللي قبل هذا الفيديو هذا فيديو وهذا فيديو شاهدوا لا تفوت عليكم الفيديوهات تحياتي اخوكم محمد الشيشان.